سنة 1000 متر بالنسبة للناشئات. هنا سنتعرف على بطلة آسيوية جديدة. سبع لفات ونصف بعد نهاية 200 متر الأولى. سبع لفات أي 2800 متر بالنسبة للمشاركات. هنا في صدارة الترتيب العداء البحرينية طوبة شمسي تقود المشاركات في هذا السباق 3000 متر الخاص بالناشئات. The leader of these 3,000 meters, Fatuma Jiwaro Shamsi from Bahrain. وصراع مع العداء الصينية التي تأتي في المركز الثاني تشاو جو من طبعا من الصين. وهناك أيضا العداء الهندية أشيرا حضور صيني قوي بعد 800 متر أيضا في سباق 3000 متر 6 لفات 2400 متر. العداء البحرينية تبتعد بأزيد من 100 متر على صاحبة المركز الأخير بالنسبة لهذا السباق، وهذا يوضح الفارق الكبير في المستوى بين المتسابقات. العداء البحرينية قيادة وريادة لهذا السباق الذي يعرف مشاركة 10 متنافسات. 10 متنافسات وأقواهن حتى الآن العداء البحرينية في صدارة الترتيب أمامها 2080 متر. هناك عداء الصينية في المركز الثاني ثم الهند في المركز الثالث. إذا البحرين والصين والهند في صراع لانتزاع المراكز الثلاثة الأولى والميداليات الذهبية الفضية والبرونزية. Thank you.
سيداتي وسادتي، الآن مع مراسيم توزيع الميداليات على الفائزين في مسابقة رمي الرمح. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the javelin throw. فليتفضل السيد كاتو يوري تانكا عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى لتتويج الفائزين. The medal will be presented by Katsuyuki Tanaka from a member of the Asian Athletic Association. Сейчас смотри, кому переключат. Где переключат, тот нет. О, Ванесса! Го, Нико! المركز الثالث والميدالية البرونزية. Bronze medal goes to Gan Wuli from Korea. المركز الثاني والميدالية الفضية. Silver medal Song Lini from China. بطلة آسيا الميدالية الذهبية. The golden medal goes to Yuya Zhang from China. والآن نطلب من الجميع الوقوف احتراما للسلام الوطني لجمهورية الصين الشعبية. And now ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of China. هناك عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، ونصل الآن إلى نهاية سباق 3000 متر، 100 متر اللحظات الأخيرة، وتتويج العداء البحرينية تدخل في المركز الأول بالنسبة لمسافة 3000 متر. من اللحظات الأخيرة العداء البحرينية تمنح بلدها الميدالية الذهبية فاطومة جوارو تشيبسي. From Bahrain. إذن دخول العداء الصينية في المركز الثاني التي نافست بقوة في هذا السباق جانغ يو استحقت الميدالية الفضية في انتظار التأكيد من الحكام وننتظر الفائزة بالميدالية البرونزية من الهند. لدينا العداء الهندية أمر بالنشا
تدخل في المركز الثالث وميدالية برونزية. Давай сперва закрутим, а потом замутим. Я не понял, что ты делаешь. Ты главный здесь делаешь. Вот как его. Земля боялась. Если я здесь... Come on, Vanessa, come on! Come on, Vanessa, come on, come on! Всему сказать, ну тогда, блядь, не вот Амоник, извини, Никола, извини. Никола, извини, Никола. Никола. Я Никола. Амоник, Никола, come on, Никола. Come on, Никола. Ping.